السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم متى تشوفوا هذا الفيديو اللي عندنا ان شاء الله غدا؟ والغدا اللي هو الكسكسو، والكسكسو اكسبريس. دغيا في ساعة غتوجدوا الكسكسو، ساعة واحدة غتوجدوا الكسكسو ان شاء الله. ندوزوا لطريقة التحضير للحم وكل شيء. عندنا هنايا اللحم، عندي هنا شي كيلو ولا روب ديال اللحم، عندي هنا واحد زلافة ديال ولا جبانة ديال الحمص، عندي معطيشة اللي غنحكها، عندي بصلة اللي غنشلضها، عندي شويه القزبر ومعدنوس اللي هما مكونجلين، ما عنديش اللي هما طريين، من الاحسن الا عندكم داكشي طري. عندي هنا شويه ديال لاصوص طوماط اللي هما شي 4 المعالق كبار لاصوص طوماط، ممكن تعقدوه غير معطيشه وقلت يجي زوين لاصوص. وعندنا هنا كنوره، وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه موانيه ديال الملحه، شويه ديال الفلفله الحاره ما يسمى بالسودانيه، معلقة تقريبا موانا ديال السكنجبير، معلقة لي صغيرة ديال البزار، البزار ما تقلقوش راه حار. وعندنا هنا الفلفلة الحارة، وعندنا شوية ديال زيت الزيتون اللي غنديرو جوج معالق كبار باش غادي يرد المرقة ديالتي. دز درت الحيمات هكا في الطنجرة، تقريبا هكا في الطنجرة درت اللحم ديالي كيف تتشوفو في الطنجرة. ها هكايا عندي اللحم لي دغيا تيطيب، اللحم بيض غير هادوك لي زايدين شوية حمرين وتا ما يطيبوا تقريبا، ما فيه غادي يطيبوا. عندي اللحم البيض ديال العجل اللي دغيا يطيب، غادي نزيد عليه جوج معالق ديال الزيت، تاع الزيت كويس جوج المعالق غير هكا شويه على القياس، ديروا نتوما الزيت اللي عندكم. ونزيد عليه البصله نشلضها، نشلض نقي كل البصله ديالتي غادي نشلضها باش نرد بها المريقه باش تجي بنينه. نقي البصله وندوز نقي المعطيشه، تاني نقيوها هكا ما نديروهاش بجلودها، من الاحسن نقيوها، نحاولوا نقيوها. هاد المطيشه راه زوينه، تاني نقيها تجي زوينه ورائعه. بعد ما شلطت هذه المطيشه ديالي غنديرها فوق الحيمات كيما هكا نديروها فوق اللحم، وندوز نشلط البصله هنايا اللي غنشلطها هكايا كيما بغينا، هكا نشلطوها غير هكايا ها حتى تشوفوا تتبان لكم. هاد البصله ديالها الوقت راه حيت جديده دغيا تذوب، واخا ترقوا واخا ديروها زعما تشلضوها غليظه ماشي مشكل، راه دغيا تذوب. والكسكسو اللي تيقول لكم الناس في ساعه تيوجد، وكاين اللي كيدير ساعتين، كاين اللي كيدير ثلاثه، كاين اللي تيقول لكم 40 دقيقه. ضروري الكسكسو تعطيه الوقت ديالو في السميده باش تعاودوها، راه السميده تاخذ الوقت ماشي الخضره وماشي اللحم، السميده وتعطيو داكشي حقه. هذه ساعه كافيه ناكلو الكسكسو. بعد ما شلطت البصيله ديالي نزيدها على المعطيشه هكا، ونزيد ديك العطريه اللي عندي نحيدي الكنوره، الكنوره غنديرها مع اللحم، ندير العطريه حتى هنايا، وندير شويه ديال الربيع ماشي بزاف، غندير نصو نصو نخليه تنديرو مع الخضره، نحطها تشهر تقلى، ونزيد واحد نص كاس ديال الماء، تنزيد داك نص كويس ديال الماء هكا فوق العطريه، ونحاولوا نحركوا داك داكشي ديالنا هكا، نحركوه غير ندقروا هكا اللحم، ندقروا هذا نحطوه فوق البوطه 10 دقائق. وملي درت هذا ديالي يطيب، درت هذاك يتقلل الحيمات، غندوز الكسكسو غنعبرو في الكاس. انا ما عرفتش عندي من الكاس، انا عندي نص كيلو، هانتوما ها كاس ها جوج تقريبا عمرت، غادي نحاول جوج تقريبا، عندي ثلاثة ديال الكيسان، خرج لي ثلاثة ديال الكيسان، وهاد الشويه هذا قد هكايا تقريبا ربع، غادي ندير ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء طايبين وربع، غندير الماء طايب، هذا الشيء علاش غادي يوجد لينا نفقروه غير مرة واحدة. ندير مليحة قد هكايا، معلقة صغيرة ديال الملحة، الملحة تتبقى على حسب الذوق، هذا ربع كاس ديال الماء، نقول لي داك ربع كاس ديال السميدة، وغندير ثلاثة ديال الكيسان الماء اللي هو طايب، نعبرهم هكا طيبتو في الكاسرونة، نقوم طيبو في البقرة، جيبو فاش ما بغيتو، ها الجاوج. وهاد الثالث ما تخافوش منه، تخافوش من المطايب، ديروا ثلاثة ديال الكيسان ديال المطايب، وغادي تشدوه، وهاديك الساعة ما تخليوش دغيا دغيا ديروا ليه هكا الكسكسو هكايا، ما تغناوش عليه صافي، وتبقاو تنقيو في الخضرة مرة مرة، ديروا له دوزوا الخضرة صافي، تنبقاو نديروا له هكايا، نرجعوا ليه بعد ثلاثة جوج ثلاثة جوج دقائق ما كاملينش، نعاودو نفكوه هكا، نعاودو نفكوه بيدينا إلا قدرنا، ورا غادي ان شاء الله نحضروه تيجي زوين ورائع، ونعاودو نبقاو نديرو له هكا. انا دغيا رجعت ليه بعد دقيقه، ما نخليوش يتفكر لينا غير يغلب علينا، نحاولو نشوفو انا يديا ما تيصبروش للحامي،
ممكن ديروه بيديكم، الطريقه تجي احسن، راح يتحامي حيت الماء طايب. تحاولوا تفكوه، ما تخليوهش يعصد ولا يلقط على بعضياته. صافي، وتنحلوه كامل، تنحلوه مزيان. شوفوا كيفاش حليته، راه تحل، مازال ما درتو. شوفوا ها كله ما خليتوش تعصد ولا هذا، مازال كاع ما بديتش نقي في الخضره، ما بغيتش نخليه يتعصد. دازت 5 ديال الدقائق وانا تندير ليه كايا. غادي دوكا طليت على الكامله، لقيتها غنزيد فيها الماء طايب. هانتوما شوفوا الكامله ديالي راه تقلات، دازت تقريبا جاي 10 دقائق لقيتها تقلات. غندير الماء طايب المغليان، نرقوي به، نرقوي تقريبا على حساب الماء، على حساب. شوفوا انا درت الماء بزاف حيت غادي يطيب، وغادا نفكر فيه وندوز نسد عليها شويه طيب على ما نقي الخضره. 5 دقائق غنقي الخضره، 5 ديال الدقائق. غادي ندوز غادي نرمي الحمص، حيت الحمص تياخد تهزنا العافيه. صافي نرمي الحمص، نحط الكوكو طيب. والكسكسو تنستعمل، تنستعمل هذا الفان ولا الموانيا ولا اللي بغيتو نتوما. انا عندي الفان وعندي الموانيا، ودرت اليوم غير الفان، ما درتش الموانيا. ممكن تخلطوهم بجوج كل مره واش تندير. وهذا هو. وندوز دركا للخضره، الطريقه اللي قلت لكم الكوكوط، راه عندي كوكوط وانا تنفكر فيها. ندوزو الخضيره، نبداو باللفت وقول قلت نقطعو على هاد الطريقه هذه. ممكن نديرو حتى هذاك الدنجال الا عندنا، وانا غنشوف واقيلا عندي الدنجال نقدر نزيد. ثم الخضره هذه راه كافيه عندنا في الخضره، خيزول، القريعه، القرعه هذه، اللفت. صافي، شويه الحمص، واقيلا غادي نزيد شويه ديال الدنجال. تنقطع اللفت انا كي تيخليه هكا كبير، تنقطعو بهاد الطريقه على حساب الدراري، تيبغوش كبير تيبغوه صغير، اصلا تيبغوش ياكلوه، داكشي انا ما درتش بزاف. صافي، تنقطع القرعه هكا حتى هنايا، هذا ما تقطعش انا كبيره، كي تقطعه كو على جوج انا نقطعه كو، ما نحيدش ليها الجلده. غادي نقطع هذه القرعه هذه. بعد ما غسلت هذه القرعه ومسحتها راه تجي زوينه حتى هي. هذه القرعه راه زوينه، وانا شريت من هذيك داك باس الصوبه قليه نصها، وهذه شريتها على قبل الكسكسو. هذه القرعه ديال هذا الوقت راه حلوه، وتا هذه راه تكون زوينه وحلوه، عندها واحد الذوق خاص، تجي في المرقه، تجي في العدس، كاع هذه القرعات زوينين. باش ما بغيتش الفيديو يجي طويل. شوفوا هاد القرعه شحال حلوه، تجي زوينه، تجي في العدس، راه تجي في الفنه، فاش ما درتو حتى في المرقه تجي زوينه، راه حلوه هاد القرعه. انا قطعتها غندير غير هاد المواصف اللي درت من هذا ثاني. والدراري نتوما عارفين ما تاكلوش القرعه، هذا هو القياس. القرعه تندير لها هكا ثاني، تنخويوها من الزريعه. غنوري المبتدئات اللي تيعرفوا، راه تبارك الله عليهم تيعرفوا، ونديروها حتى هي قد هكايا، ما تنديروهاش كاع كبيره قد هكا. كاين اللي تيديرها كبيره، من الاحسن صغيره. تنجرو الخيزو هكا، ممكن تنجروه بهذا بالموس، انا تنجروه هكا وتنديروه. غنوريكم كيفاش نقطعوه تاكا، متنقطعوش، نقطعو تاكا صغير، نقطعو على جوج. كي لي تيخليه يقطعو تنديرلو هكا، وما نحيدش فيه الوسط. هاد الخيزو راه حلو حلو تبارك الله، عندنا هاد الخيزو حلو. بعد ما كملت الخضيره ديالتي غادي ندوز للكسكسو نديرو الفور 5 دقائق. صافي، نقيت الخضره، وقبل ما ندير هذا الكسكسو يطيب غندير واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ولا معلقه ونص. انا عندي هنا نص كيلو ديال الكسكسو، ممكن هذوك اللي تيديروا نص كاس ديال الزيت ولا كاس ديال الزيت، دوك يعدم تقريبا 2 كيلو ديال الطعام. انا درت هنا واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون اللي غادا نقاد بها الكسكسو. شوفوا كبيت عليه الماء طايب، شوفوا كيفاش دايره، مازال ما فقرتوش. يلا غنفقرو ونبقى ندخل فيه كاع هاد الزيت ونرجع معاكم. صافي، بعد ما دخلت فيه داك الكسكسو، شوفوا ما كاين فيه لا كوكويرات لا والو. مثلا تنشوفوا لا كاين شي، كنشوفوا نديرو مكغور هكايا، تنشدوه تنحكوه هكا في يدينا. صافي، تا يتطلق. صافي، دخلت فيه الزيت، غنجيب الكسكاس كيما هكايا، عندي كسكاس غادي نبدا نحط فيه. تنعمر الكسكاس ديالي كيف تتشوفوا، خويت القصر ديال ما بقى فيها والو. وغادي ندوز غادي نرمي الخضره، نحط هذا على جنب حتى نرمي الخضره. كيف تتشوفوا معايا المريقه طابت، هذاك وجدت الكسكسو حطيتو، غادي نرمي خيزو قول قول، وغادي ندوق الملحه. تندير الخضره وندير هذا، زدت واحد نص دنجاله، غير نص ماشي بزاف، وندير اللفت ونزيد القرعه من الفوق. راه كلشي خضره مغسوله من طبيعه الحال، ونديروا القريعه ديالنا من الفوق. صافي، نحط الطبخ فوق البوطه، ملي تطبخ نبقى ندوق ونزيد حق المطيشه هذه، وضروري ما غنزيد شويه الملحه. نزيد الربيع، هذا الربيع اللي عندي، ونزيد هاد الكنوره هادي كيف تتشوفوا ها هنا، نص كنوره تيجي زوين. نديروه كندردروه من الفوق، وندردر مليحه كوندير الطبخ، وندير الكسكسو ديالي فور هنا نيت. بغيت تفقروه مرتين، نتوما فقروه لعندكم وقت، تقدروا تفقروه مرتين، تفقروه مثلا 20 دقيقه
غتفقروه مرتين، تفقروه المره الاولى 10 دقائق والمره الثانيه 10. انا غنخليه يطيب ما بين ربع ساعه و20 دقيقه، ملي يطلع فيه الفار نخليه 10 دقائق والفار يطلع فيه مزيان. الكسكسو ملي تيبدا يطبخ تنحاولوا نديروه كوندوق، ولا خاصت مليحه نزيدوها، خاصنا مثلا شويه ندوقوه هكا في المغيرفه، خاصنا الملح نزيدوها، خاص البزار نزيدوه، اللي لقيناها خاصه نزيدوها. ممكن نلقاو طلاصوص ديال المطيشه خاص نقدروا نزيدو اللي لقيناها خاصه. وغادي نحط الكسكسو ديالي يفور لهكا، هذا اللي دايره هنا نحطو ونخليه يطيب 20 دقيقه. يطيب مده 20 دقيقه، انا مغطياه ونخليه يطيب مزيان. الكسكسو ديالي سديتها الطقيبه، هي تخرج الصهد شديتها سديتها هكا، راه طاب مزيان فار مزيان، شوفوا تبارك الله تيجي زوين. وغادي نكبو هنايا وندير ونشوف نطلع على الكاميله، شوفوا كيفاش طاب، شوفوا كيفاش جا، ها نتوما ما معجن ما والو، باقي حامي. شوفوا المرقه ديالتنا تجي زوينه ورائعه، وكل شيء طيب، القرعه طيبه، كل شيء طاب. وغادي ندوز وغنبدا نسقي ان شاء الله. فها نتوما غندوز وغنبدا نحط معاكم، نحاول نهز الخضيره هكا بشويه بشويه تنحطها، ونهز هكا القريعه ما نخسرهاش وندير هنا، ونهز القرعه ديال القوله كيما هكايا، راه ما طابتش مزيان. واخا عندي الكوكوط ما سديتهاش، سديتها اي واحد شويه وعقبت حليتها كيف تتشوفوا معايا. وانا حيت عندي البلاصه صغيره وانا هكا تنسقي، راه تيجي زوين، تيجي رائع. نتلحقوا على الخضيره شويه بشويه، تلحقوا اللحم حيت لتحت مازال ما جبدتو. انتما القرعه تبارك الله راه طايبه بحال المخ، شوفوا تبارك الله كيفاش دايره طايبه. ونحاول نطيبو مزيان. والكسكسو دائما نعطيه شويه الوقت، كي تقول لكم نص ساعه ديروا الكسكسو، لا، قد ما عطيتوه الوقت قد ما مزيان. هذه الساعه راه كافيه. تنهزوه كل الحيمه ديالنا حتى هنايا، تنديروه هنايا وها الكسكسو ديالي وجدتو قاديتو. نتوما قادوه كيف تبغيو، انا قاديتو غير دقايديده هكا عشوائيه، ماشي زعما هذه قاديتو حمايم صات، كلشي طايب، شوفوا كلشي طايب، شوفوا الحمص كلشي طايب، كلشي القرعه كلشي. تنتمنى من الله تجربوه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.